السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم، وهذه حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم راح تكون حلقة خاصة بمديرية المرور العامة. تم التصوير بالمديرية مع برفقة السيد اللواء طارق الربيعي مدير المرور العام، وأثناء العمل راح يكون عندنا تواصل مباشر مع المواطن وسيد المدير المرور العام اللواء طارق. هذا التصوير كان في يوم الأربعاء الماضي أثناء مقابلة المواطنين في نفس المديرية. المشاكل كانت متنوعة بصراحة، هناك أيضا بعض القرارات خلال أثناء المقابلة طرح السيد اللواء مجموعة من القرارات اتخذت لصالح المواطن وأيضا لصالح دائرته مديرية المرور العامة. راح نستعرض اليوم، راح يكون أغلب وقتنا هو استعراض لبعض التقارير، لكن أحد الأخوان بالسعودية يقول يا ريت نفتح اتصالات. إذن بعد التقرير الأول واللي مدى تقريبا مدتها 5 دقائق راح نفتح اتصالات فقط لمديرية المرور العامة. احنا بدورنا راح ناخذ المشكلة، لخص المشكلة ونبعثها للسيد المدير المرور العام حتى يتم الإجابة عليها بشكل مباشر. إذا مشاهدين الكرام نشاهد أول تقرير تم تصويره في داخل مديرية المرور العامة. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم، وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، احنا اليوم في مديريه المرور العامه. اليوم احنا بضيافه اللواء طارق الربيعي. نرحب بك اجمل حيل سعد. اهلا وسهلا بك دكتور. اهلا وسهلا، شرفتنا اليوم. اشكرك، انت شرفتنا دكتور. اهلا وسهلا بك. سياده اللواء، طبعا احنا نشكر جهودك، نشكر تحتك الفرصه لاقامه هذه الحلقات في دائرتكم الخدميه اللي تماس مباشر مع المواطن. سيادة اللواء، بعد شكرنا لدعوتكم اليوم التقينا، راح نلتقي ما شاء الله العدد كبير المقابلات هذه اسبوعيه. سيادة اللواء اسبوعيه ان شاء الله ما عدا الفرديه اللي من اروح. صباح الخير. وين صباح النور. يعني ما عدا الفرديه اللي انا اشوفهم بالمواقع، ما عدا اللي بالشارع، ما عدا اللي يجوني بايام يعني اوقات غير يوم الاربعاء. غير يوم الاربعاء، لان تعرف اكو امور سريعه ومستعجله فالمواطن هم ينتظر الاربعاء، صح؟ فممكن بابي مفتوح. تقريبا سياده اللواء قد العدد تقابله يعني كله؟ مو سوى دكتور، مره تلقى اسبوع 50 واحد، مره 100، مره يصعد كلهم تقابلهم طبعا. بعد شلون هذا المواطن صاحب حاجه، وانا شنو قاعدين هنا؟ لازم يعني لازم اوصل للحل. سريعة بصراحة قبل لا اجراءات سريعة، حتى اختصر لانه حتى عندي وقت، لان بعضهم بعض الاخوان المدنيين عندي عسكر يعني من الشرطة المنتسبين من الدائرة، هم عندهم مشاكل خاصة. حتى ما ناخر الاخ المواطن هنا، قبل ان نبدا بالتصوير لاحظت فعلا للاسف ما لحقت اصور، يعني احد الاخوات اجت عندها مشكلة توأمة، فكنت تعصبي بصراحه، واكو اجراء متخذه انت قانونيا. اي نعم، ما شوف هاي التوأمه، يعني وجدت بهاي المديريه كلمات يعني متوأمه معلايه، كلمات مو قانونيه، ما احب اذكرها بصراحه، خاصه بالاعلام او شاشات التلفاز. يعني متوأمه، شو متوأمه؟ هو خلل، هو صاحب نفس ضعيفه، منتسب او ضابط ارتكب خطا بالدائره وسبب ضرر للمواطن وخلى المواطن يحير بنفسه، صح؟ واحنا ببساطه نقول توأم. شو توأم؟ هو تزويج، دخل سياره، قيد سيارة مركبه على مركبه اخرى، وخلى المواطن المسكين يحير بنفسه متوأم. يعني خطا مقصود وغير مو غير مقصود، واضح خطا مقصود. تم محاسبتهم دول وكل محاسبتهم محاكم من ما جيت، يعني بدعاوي محاكم قول الامن الداخلي وفرد، واستحصلت قرار قضائي لمعالجه هذه الحالات معالجه سريعه، لان يعني ما ادوخك بالقانون اصول المحاكمات، لانه
بها من تكون طرف مدني تحال الى دعوه مدنيه، وهذه الدعوه المدنيه تاخذ وقت طويل تؤذي المواطن اللي الوقع عليه الضرر الخطيه بسببنا، بسبب بعض النفوس الضعيفه. يعترفون هو بسبب؟ نعم نعم انا اعترف، هذا حق، هذا مو انا، مو انا ما اعترف، وهذا عمري وهذا رتبتي وهذا منصبي، شلون فاخذنا قرار مسبق ان شاء الله من مجلس القضاء الموقر. ممتاز. مشكور مجلس القضاء الموقر بهذا الشيء اللي يخدم المواطن، حتى نفرد الدعوه المدنيه عن الدعوه الجزائيه اللي حتى المواطن ما يلاقي صعوبه انه بعد لان هذا طول سنه سنتين، يظل المركبه مالته جاثمه دون اجراء قانوني. فالحمد لله والشكر هم نجحنا يا الله. والحمد لله والشكر هذا صار سنتين منذ ما جينا، ما دخلت مركبه واحده، انا مسؤول على 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 كلامي انا المسؤول، مركبه واحده ما كلمه معلايه او متوأمه من شنو السوالف هاي. اذا نقول انحلت تقريبا ان شاء الله. مو تقريبا، حلت الحمد لله، حلت. وعندي لجنه هنا بالمقر، لجنه مرتبطه هاي اللجنه باللجنه القضائيه. موافقه القاضي تنعرض على القاضي ويطي بها قرار، وطانا قرار عام. جيد. بدون ما اروح لبعد. جيد. كل المركبات افصل الدعوه المدنيه عن الدعوه الجزائيه، الدعوه المدنيه اللي امشي بها كمركبه امشيها، والدعوه الجزائيه كل ياخذ كل واحد حقه ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، شاهدنا هذا التقرير الأول حول لقاء السيد المدير العام، وكان أول صاحب مشكلة، لكن بدأ يتحدث عن قرارات مهمة، من ضمنها أهم قرار اللي هي التوأمة. التوأمة سببت إشكالية كبيرة جدا على مدار فترة طويلة بسبب الفساد الإداري في أحد المكاتب، وايضا انا سمعت بانه حتى في مكتب وزير الداخليه سابقا كان هو مدان هذا الشخص، وتم تهريب مبلغ كبير جدا من المال بسبب هذه المشكله. التوأمه يعني حسب ما نقل وصارت يعني احد الناس قريبين بهذه يعني بهذه المشكله عنده، اللي هي كان يسقطون سياره، وبعد ما يسقطون سياره اكو ضعاف النفوس، شو يسوون؟ باتفاق مع بعض الضباط الفاسدين كانوا ينقلون التسقيط لأكثر من عجلة، يعني أكثر من سيارة. فنيروح الشخص اللي يريد يحول يقول يا بسيارتك متوأمة، يعني تختلف الأرقام والشخص والتفاصيل. ف يعني عدد غير طبيعي من السيارات، يعني غبنوا الناس وصارت عندهم هذه المشكلة. ف كانت علاجاتها متفاوتة على مر مجموعة من السادة الضباط مدراء المديريات أو مدير المرور العامة، أكثر من منصب، أكثر من شخص صار بهذا المنصب، لكن الإجراء كان يوقع به الخطية المواطن. للأمانة المواطن كان هو الحلقة الأضعف بهذه الإشكالية. فصدر قبل فترة قرار يقول بأنه الشخص الأول اللي تم تحويله أو تسقيط للسيارة هذا هو اللي يمضي ويكمل إجراءاته ويحول يطول رقم جديد، أما اللي بعده هاي مشكلتهم هم يروحون للقضاء. هسه الآن السيد اللواء طارق قال بأنه تم حلها بشكل كامل. تفاصيلها الدقيقة بصراحة ما عندي، سألون الأخوان قلت له تفاصيل دقيقة ما عندي، لكن يقول تم حلها. يعني من معاملة طول أشهر أو سنين إلى فترة كلش قصيرة، وجاء القرار من مجلس القضاء الأعلى حسب ما ذكر السيد اللواء. هذا شيء إيجابي أن نبحث على مسؤول يحسم الأمور، ما يعلق الأمور، ويتم وضع المواطن بدوران كبير حول المشكلة، وبالأخير طول سنة وسنتين وما يتم حلها. مشاهدينا الكرام، للتذكير فقط الأرقام الموجودة أسفل الشاشة ممكن تتصلون بنا فقط حول مديرية المرور العامة. اللي عنده مشكلة يختصر للمشكلة ويعطيني الاسم الثلاثي ومن ثم رقم الهاتف،
وحتى نوصل سيد اللواء وان شاء الله نكون بخدمتكم. نعم اتصال قطع جيد لا بس ان شاء الله. هذه دعوة مرة اخرى الاخوان اللي عندهم مشكلة فقط حول مديرية المرور العامة بامكانهم الاتصال على الارقام الموجودة اسفل الشاشة وراح نكون بخدمتهم، راح نرسل المشكلة باتجاه الاخوان في مديرية المرور العامة. آلية الحلقات راح تكون كالتالي، عندنا اليوم نستعرض بعض الفقرات واتصالات هاتفية، الحلقة القادمة راح نطلب من الاخوان في مديرية المرور العامة ان يكون ضيفنا احد مدراء المواقع حتى يتم الاجابة بشكل مباشر على كل تساؤلات المواطنين، لكن احنا اليوم نستثمر وقت ايضا حتى نعطي مجال اكثر للمواطنين لعدة اتصالات، احنا نكون بخدمتكم. خلينا هي التقرير الثاني احمد. جيد مشاهدينا الكرام، نشاهد هذا التقرير ومن ثم نعود نكمل وياكم برنامج بخدمتكم عن مديرية المرور العامة. شوف انا قلت له ممكن بدات كلامي الدكتور هيبل قلت له الغرامات هذا ضابط المرور هو صلاحيه من السيد وزير العدل معالي وزير العدل صلاحيه قاضي جنح، وتعرفونه اي ضابط ما اي مرسوم جمهوري يقسم القران الكريم بتنفيذ اليمين القانوني بتنفيذ القانون على اتم وجه، يعني ما يفرض غرامه، هذا قرار مثل قرار اي قرار اي قاضي من يمت قرار ملائم للقانون. فانت تقول لي هذا غرمني بدون وجه حق، انا يمكن حكيت وياه في بدايه قبل ما تجي حضرتك الدكتور. هذا صعوبه اثبات ونفي الغرامه، صعوبه لتحقيق ممل مطول ما نوصل الى نتيجه. انا اقول يعني دائما خلي نبتعد عن المخالفه وخلي نطبق القانون، القانون يعني حتى الضابط حتى المفوض اللي عنده صلاحيه الغرامه الدرجه الرابعه عند مادة 25 26 غرامة 50,000 دينار أقول له نلتزم أفضل من ما نتباكى أو ندخل في إشكالات مع جهاز الشرطة أو مرور الشرطة. صح زين، عفوا بالنسبة للغرامات سيادة اللواء فورية، يعني الشخص يكون حاضر أثناء مو شرط، يعني أكو بيها غرامة، يعني نصة المادة 28 القانون النافذ يعني رقم 8 سنة 19 يقول يعني اكو اعتراض، بس هذا الاعتراض من حقه يعترض المواطن في مجمل دكتور مجمل الغرامات الاعتراض ما يكون منطقي، هو مخالفة صريحة وده يثبتها بقرار الحكم الضابط اللي شاف الشاهد، ما يحتاج الى شاهد اثبات، يعتبر شاهد عيان. لا هو نفسه كلمة الضابط يعني يكتب مشاهدتي ما يحتاج الى اثبات صح. اخر يبقى هو ضميره صح. ضميره علاقه مع الله عز وجل بحكم القانون، فما يحتاج تقول لي تجيب لي شهود نفي تقول لي لا انا ما كنت واقف في محل ممنوع ما كنت واقف في محل ممنوع، وانا اجيب لك مثلا 10 شهود اقول لك ما ياكل هذا الحكي معك، لان بحكم القانون قانون خوله يكتب كلمه مشاهدتي فقط هو ضميره واخلاقه تربيته والعلاقه ما بينه وبين الله عز وجل، هاي واحده. اثنين الغرامات قسم منها منظوره وغير منظوره، شخص بالمنظوره، المنظوره اللي مثلا وقوف في محل ممنوع خصوصي يعمل اجره لا يجب ان تضبط، يعني ماكو مثلا السياره تمشي وهذا يسجل له يقول له خصوصي يعمل اجره، احمل الضابط المسؤوليه لانه طبق القانون بصوره مخالفه، او مثلا ستائر وما ثبت اسم السائق هناكو مشكله بالتحقيق ربما تعود الغرامه عليه، لانه انت من ضبطت المخالف ومظلل ربما عدى استثناء راح تساله راح تقول له دكتور انت ليش مضلل يا حجي علي انت ليش مضلل سيارتك، يقول لك انا عندي موافقه رسميه اصوليه هنا لازم ما يجتهد الضابط بس يكتب رقم السياره ويغرب. هاي واحده. تدري المخالفات اللي بكورونا سوت لنا مشاكل. لان هذا لازم يضبط ربما كادر طبي كان معفي
فيجب استيقاف المخالف وتثبيت اسم الثلاثي في الوصل. ممتاز. وعليه المواطن اذا بهي الحاله شو راح يسوي؟ او اكو، العفو دكتور خل اكمل لك الفكره، اسف جدا. عفوا. او اكو مخالفات مثلا اشاعه رجل مرور، عدم امتثال لاشاعه رجل مرور، هذا ما يثبت اسم. نوبات في حتى بالوقوف بمحل ممنوع، يفرض الضابط غرامه يخليها على الوصل، ياتي مار او مستطرق يرفع نوبات. نفس اكو ضعيف النفس اللي يأجر الشارع، يوهم المستخدم الطريق بانه هذا بارك، شارع بارك، بعض الشوارع العامه بارك، وهذه جريمه كبرى. يجي ضابط المرور يغرمها، يسحبها، يقول له انا، يصور يستخفل ابي انه انا حميتك. ما يدري هذا المواطن خطير. كمل شغلته، يرجع اخذ 3000 منه او 5000، واخذ الغرامه منه ب 50 وتضاعفت 100، ما يدري. هاي المشاكل تصير واحنا راصديها، ودن نتابع ودن نحاسب ودن نوقف ودن نتخذ اجراء القانوني وعرضهم على انظار القضاء. احسنت. مشاهدي الكرام، تحدث السيد اللواء طارق الربيعي حول موضوع جدا مهم، هو موضوع الغرامات المرورية واللي كثرت بصراحة بهذه الأيام بشكل كبير. مرات احنا ننتقد عمل الحكومة، ننتقد إجراءات الروتينية، ننتقد فساد المسؤولين. خلي اليوم نتحدث بصراحة، لازم ننتقد أنفسنا إحنا كمواطنين. من يقول حزام الأمان، أقول لك أستاذ كمقدم يعني كإعلامي، هم تلبس حزام الأمان؟ ومن الأمانة هماتين، من الضغط الإعلامي ومن ضغط السادة ومن أيضا العقوبات. إحنا شفنا هواي ناس ارتدت حزام الأمان، يعني صارت في أيقونة أن يكون إذا كان هناك عقوبة رادع فراح نلتزم. ناهيك عن اصحاب السيارات، يعني اصحاب التوك توك، اصحاب السيارات الاجره مثلا، من يوقف نصف الشارع حتى ياخذ له عبري مثلا او الكيه. هو انا يعني اكو امان، اكو امان نخلي المواطن دي يصعد هسه، مو على مود سيارتك، مو على مود تسوي ازدحام. اطبق يم الرصيف، اطبق في اماكن صحيحه، ولو هو اكو خلل عندنا، خلل بالمنظومه اصلا، بعض التفاصيل بالمنظومة الحكومية أكو عنده خلل، لكن إحنا نتمنى من الحكومة القادمة أن تشخص هاي أرض الخلل وتقضي عليه بشكل كامل. ناهيك عن بعض المسؤولين ومواكبهم، صح بدأ يقل، يعني أمانة بدأ يقل، لكن هي رسالة للإخوان بمديرية المرور العامة. شاهدنا بعض الفيديوهات، يطلع رجل مرور ضابط أو منتسب يحاسب ويرجع موكب بالكامل، إن كان موكب شركات أمنية شاهدنا قبل فترة أو موكب أحد المسؤولين. يعني إذا فات موكب أحد المسؤولين، إحنا لازم نرفع الراية البيضاء، ننتظر السيد المسؤول حد ما يطلع من بيته ويطب دائرته، يلا نقول الحمد لله وشكرا، راح يفتحون الطريق للناس. وإحنا أجواءنا أجواء غير طبيعية بالصيف الحار، يمكن توصل درجات الحرارة إلى 50 درجة، فيتحملها، يعرف المسؤول هو صاعد سيارة درع وتبريد، ما يعرف معاناة الناس اللي برا. فلهذا هي رسالة إلى الإخوان في مديرية المرور العامة، ويحتاج فعلا يعني منتسب المرور ممكن يتحمل يعني إساءة إلى بالشارع، أو يسحب مثلا، ومثل ما صارت هذا بوتاكسي في إحدى المحافظات، قطع بالمرور على البنيد ويمشي بسرعة كبيرة. أنا أتمنى ونأمل أن يكون إجراء وسند يا لواء طارق، سيادة اللواء طارق الربيعي، هي رسالة من إخوانك الإعلاميين، أن تكون سند حقيقي لإخوانك المنتسبين. يعني من يحاسب موكب عسكري أو موكب أحد المسؤولين أو موكب مدني ويحاسبه فعلا، يتخذ بإجراء قانوني، تكون سند إلى أنت إلى نهاية ما أن
فعلا ياخذ حق المنتسب. وايضا عندنا هم عتب على بعض الاخوان بالمرور يعني. لن حابي المسؤول مهما كانت صفته، بقيك على واجبك وقدم ما عليك وجزاك الله خير الجزاء. نعرف تعبك ونعرف خاصة بالشارع لازمين واجبات بشارع، إن كانوا ضباط وإن كانوا منتسبين. الجو الحار اللاهب، وأكو حادثة صارت في يوم من الأيام في محافظة البصرة قبل سنين يعني سنتين ثلاثة، توفى إلى رحمة الله بسبب الشمس الساقطة على هذا المنتسب، أدت إلى وفاته إلى رحمة الله. فإحنا وياكم إن شاء الله كإعلام نساند إجراءاتكم وندعم ما تقدمونه، لكن في محلات أن أنتم توقفون أو بعض من يشوه صورة هذه الدائرة الخدمية أن يبتز مواطن، فصدقوني إحنا ما راح نسكت، راح نعلن عن هذه المديرية أو هذه الدائرة اللي تحاول تبتز المواطن وتستثمر أو تستغل حاجته بتسيير معاملة، بإنجاز معاملة. وأيضا هي دعوة إلى الحكومة القادمة بأن تصبح إجراءات المعاملة أسهل من خلال الحوكمة الإلكترونية، أن تكون بكل الدوائر بعد ما حاجة كتابنا وكتابكم وصادرة وواردة. نحتاج فعلا إلى إجراءات مبسطة للمواطن، حتى أول نقضى على الفساد، نقضى على الإجراء الروتيني اللي يمل من المواطن، لأن طول مرات الكتاب لحد ما يجي المندوب أو المعتمد، يسموه المعتمد، تطي فلوس وأجر التاكسي وتروح ويجي ويقول لك ريوقي وما تفاصيله لحد ما يجيب لك الكتاب، هو احتمال يطول من 15 إلى 20 يوم إلى شهر. فأتمنى إن شاء الله من كل دوائر، مو فقط مديرية المرور العامة، حسب ما سمعت من السيد اللواء بأنه العقد المروري راح يصبح إلكتروني، بدل ما يأخذ من المواطن 80 إلى 100 ألف دينار، هو سعر 50 ألف راح يصير 30 ألف دينار، وراح نسمع من السيد اللواء بشكل مباشر عن هذه التفاصيل. مشاهدين الحديث يطول، لكن ما أريد أن أخركم حتى نشاهد بعض التفاصيل اللي أطلقها السيد اللواء وبعض معاناة أو مشاكل المواطنين اللي تم حلها منها القانونية، تم حلها بشكل مباشر مع المواطن. إذن نشاهد هذا التقرير ومن ثم نعود. سيادة اللواء شنو هاي الحالة؟ هاي دراجة يعني محجوزة مخالفة، عدم تسجيلها، عدم تسجيلها، بالرغم من ان المواطن يعني الحكومة جت وياه بناء يعني على رفع مقترح بتنزيل من 480 490 نزلها ل 50,000. ما شاء الله. المواطن ليش ما يسجل؟ هنا السؤال. نسوي حملة يمتعضون ابنائنا يمتعضون. انا يعني هاي المخالفه تحت انظاري، بدي اسوي حملات مكثفه لحجز كل دراجه ما تحمل لوحات بعد ماكو عذر، لوحات موجوده، رسوم خفضت الى 150,000 بالنسبه للستوت والتوك توك، وبالنسبه للدراجه ذات العجل تير من 50 الى 100,000. يعني محمد محجوز دراجته دكتور لمخالفه عدم تثبيت اللوحات ما مسجله، ناخذ من التعهد 5 أيام تعجز وفق القانون مع غرامه، بس مثل ما تشوف حالته جريح احد الجنود الابطال. اها اي مع العدو، وتقديرا لموقفه مساعده انسانيه راح اساعده باطلاقه، بس تعهد خطي منه بتسجيل دراجه في منطقه الحسينيه او التاجيات او الرستميه ان شاء الله. تجريح وين؟ بالجسمه بالدوام صابت؟ اي نعم. وشون يعني هذا المخالف؟ يعني انت بعد رجل الدوله يعني وعسكري. انا من نوع يعني ابد ما اخالف، يعني حتى اشوف حتى لو بس
صارت يعني ما مسجلها لان صوبت ما قدرت اسجلها. اها يعني نعم. كان عذر عندك. اي جديده اشتريتها دراجه جديده. ما تهنيت بيها؟ ان شاء الله تتهني بيها هسه. اي والله. ان شاء الله صحة وعافية ان شاء الله. الله. جزاك الله سيادة الوالد. الحمد لله صار يعني هاي محمد. جزاك الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. صحة وعافية ان شاء الله. بالنسبة للفترة مفتوحة سيادة اللواء لتسجيل الدراجة مفتوحة دكتور مفتوحة يعني وأنا من خلال قناتكم الموقرة قناة الأيام يعني أدعو المواطنين أصحاب الدراجات والتوك توك والستوتة جميع الدراجات مركبات مادة 2 من قانون المرور اعتبرها مركبة غرامتها وحجزها وأي إجراء قانوني أو مالي هو يخص قانون المرور ويخص الدراجة أيضا فادعوا يعني بعد ماكو حجة المواطن كان دراجة انه المبالغ عالية هسه المبالغ زهيدة جدا تمام والمجلس الوزراء الموقر اجي ويا المواطن خدمة للمصلحة العامة والمواطن الكريم فادعوا من خلال برنامجكم او قناتكم الموقرة الذهاب الى مواقع التسجيل الحسينية التاجيات الرستمية لتسجيل هذه الدراجات لان المرور مفاز المرور سوف تقوم بحملات كبرى لحجز الدراجات على الدراجات والتصرف فيها وفق قانون الجمارك. جميل. نعم. ممتاز. هنا الأخ. هنا عبد الله إطلاق مركب السيارة مالته محجوزة بدون لوحات يتجول بدون لوحات. كان طالع من التصليح. كان طالع من التصليح ونهزت. إيه بدون لوحات لا. هسه طلع من التصليح طلع من مستشفى السياره انت اشتريت جديده؟ انا دخلتها من امريكا جديده مستورده يعني وبالطريق طلعت جبتها من التصليح ونهزت يعني انت جبتها مو هي طلعت لوحدها مو ايش قال لي؟ قال لي طلعت من التصليح انا خاف تطلع السياره من المستشفى شنو اجراكم؟ يعني تقديرا لهم يعني شوف الدكتور هو بالقانون خولني من ساعة أو من دقيقة إلى 5 أيام فأنا حر بهذا المدة القانونية وأشوف مدى المخالف وثقافته حتى نوبات مو شرط العقوبة ترى العقوبة ما تصلح شيء قدر ما هو يندم أو يتأسف ونطلع له هي وبالعكس الإصلاح أفضل من العقوبة أنا بالنسبة برأيي الشخصي تعمل بروح القانون. اي نعم بروح القانون احسنت اشكر. سيدي اشكرك رحم الله. شلون كانت الاجراءات يعني تقديمك لمقابله سيد العام؟ والله اجراءات حلوه واستاذ فاتح بابه ومستقبل العالم الطيب. لا ان شاء الله ماكو اي تاخير وكله طيب ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا استاذ. بارك الله بكم. مشاهدينا الكرام شاهدنا هذا التقرير حول مشاكل المواطنين وبعض الإجراءات اللي اتخذها السيد اللواء بشكل مباشر نذكر الأخوان بأرقام الموجودة أسفل الشاشة راح نفتح باب الاتصالات الآن ممكن أي شخص يحب يتصل بنا عنده مشكلة فقط على مديرية المرور العامة راح نكون بخدمتكم باستقبال اتصالات إذا تحدث السيد اللواء حول بعض الإشكاليات عند المواطن العراقي من ضمنها هو الخروج بالمركبة بدون أرقام بعض منهم أدى معاملة وده يجري معاملته بدوائر المرور فهذا مسموح له يكون أدى معاملة وأدى وصولات مثلا لاستلام اللوحات المرورية أو ممكن يخلي له لوحة ورقية يتم لصقها بالجام الخلفي للسيارة لحين إكمال اللوحة سألنا بأنه هل هناك إشكاليات بعدم استلام اللوحات فبعض الضباط يقولون عندنا تكدس كانت عندنا للوحات وللأسف ما حد يستلمها وهي دعوة الإخوان من لديه لوحات مضت عليه سنين مثلا سنة أو أقل أن يذهب باتجاه المديرية اللي تم إجراء معاملة لها عندها ويروح يستلم اللوحات او السنويه او الاجازه. نعم انقطاع اليوم عندنا بعض الاشكالات في الاتصالات وان شاء الله
يتم اصلاحها وناخذ كل اتصالات المواطنين. لو ناخذ تقرير، خلينا ناخذ تقرير اخ احمد. نستمر وياكم مشاهدينا الكرام تقديم برنامج بخدمتكم حول مديريه المرور العام، لكن بعد هذا التقرير ولقاء السيد المدير العام بالمواطنين. حجينا شنو مشكلتك؟ مشكلتي عندي مقتبس حكم، فانا على ماله المحجوزه انشملت حجز ماله المنقوله وغير المنقوله، هو ما عنده بس سياره، انحجزت السياره بعدين قدمنا طلب للمحكمه انشمل بالعفو، انشمل بالعفو ورفع الحجز عن ماله المنقوله وغير المنقوله، استلمناها السياره بس الحجز بقى الى سنه ما حد يشيل الحجز، اشاره الحجز. هاي سهلة حجي سهلة صار حجينا، هاي تعرف انت مال الاموال محجوزة وغير مصادرة من هيئات قضائية، يعني تعرف اكو بها اسم ثلاثي نوبات اسم رباعي، تعمم من مجلس القضاء الموقر اسم رباعي مواليد اسم الام، هو يقول رفع الحجز اذا اسمح لي. شوف تقصد من حتى مسألة هذا مقتبس حكم غياب، اي نعم حتى يصير تشابه اسماء ومجلس يعني مجلس القضاء الحمد لله يعني مشكور بهذا الجانب انه قام يثبت اسم الرباعي المواليد اسم الام، فمرفوع ان شاء الله مرفوع الحجز هسه مجرد ضغط الزر بالقانونيه ويعازل المشروع الوطني برفعها وانهاء الموضوع. ممنون سيدي والله، يعني اب هو للجميع، يعني تعامله ويا المواطنين يسهل كل شيء سهل ضمن القانون، وممنونين من عنده والصحة والعافية والأمان إن شاء الله. أي والله مشكور سيدي، بارك الله فيك، خدمتك جزاك الله خير. هذا شيء ابتسامة المواطن بإنجاز معاملته وكذا، وحتى وإن كان لم تنجز المشكلة القانونية. دكتور والله أفرح من أسوي شيء خير لمواطن متضرر متعلم، أقسم لك بالله، أقسم لك بالله هاي طبيعتي، يعني أفرح أفرح فرح أكثر من كل شيء. أي والله، يعني من أرد أعطي الحق المقابل أو متضرر أو أشوفه عصبي يجون بحالات نوبات، يعني مواطن متهسر من الموضوع ويحل شو المي بارد الذب عليه. أحسنت شيء جاب الحمد لله. علي داوود تريد استرجاع مبلغ صك، أنت ما مسجل السيارة؟ صك سابقا سقط، يعني عفوا المدة النفاذية، فدفعت الفلوس من جيبي يعني انا الخاص، وبعد سويت معاملة يعني من 19 لحد مليونين. مليونين نعم. وش بدلت بمكان مليونين بالسيارة؟ طلبت من عندي اجيب عدم اوليات، اجيب لك من الحسينية، فجبت لك هاي الاوليات تاريخ 5/4. اخذنا مليونين منك احنا؟ اي نعم اخذناه. يعني صار ايراد؟ هذا الحسابات يعني ابو الحسابات الجنون. هاي امس الجنان هسه نوديك ان شاء الله حتى نطالب بإعادة المبلغ اللي اودع لخزينة الدولة. شنو العادية؟ لا سهلة، يعني شغلة تعرف انت مثلا المواطن يدفع الصك، هاي نادرة تكون. هي غير محببة، مشكلة عامة. لا مو مشكلة عامة، هاي نادرة، يمكن يعني صار يمكن سنتين، يمكن اول حالة، هاي اول حالة تصير معينة يسجل مثلا ما يدفع، اول شيء يدفع صك يروح يلقى سياره ارخص انسب له. انا افهم الموضوع كله بخدمته، ما يخالف يعاود باعاده الصك اذا انتفت الحاجه منه. سقط سياره، ترى كان السياره مو، لا اشتريت من الشركه، فالشركه هي تعطي رقم، فما بحاجه لهذا الصك اللي هو استعجل. هاي سهله بسيطه جدا. مشاهدينا الكرام، هذه عودة مرة أخرى مع برنامج بخدمتكم والحلقة الخاصة حول مديرية المرور العامة. طبعا أعتذر مقدما بأنه أكو عندنا مشكلة بالمنظومة الاتصالات، ف
فهاي الحلقه ما راح يكون لنا حظ معاكم باستقبال كافه اتصالاتكم، لكن وعدكم ان شاء الله في الاسبوع القادم راح يكون فتح اتصالات امامكم، وايضا يكون ضيف عندنا احد مدراء مديريه المرور العامه، يعني احد مدراء المواقع. عندنا ما شاء الله مواقع كثيره، لكن دائما يقولون يا بليش تركزون على بغداد، يعني بغداد المشكله كل الدوائر الرسميه، كل المقار الرسمي، وايضا مقر قناتنا هو في بغداد، لكن هي دعوه ايضا للاخوان الساده محافظي محافظاتنا الجنوبيه والشماليه يعني والغربيه، اللي يحب ان نسوي له تغطيه عن نزور الدوائر الفرعيه في المحافظات مع السيد المحافظ او من ينوب عنا، احنا جاهزين ايضا بتغطيه. اهم شيء ان نقدم خدمه للناس، ان نوصل صوت الناس المسؤول حتى يتم المعالجه. هناك مشاكل غير بصراحه تكون غير قانونيه تمريرها، فاحنا بصراحه ما نقدر نعطيكم وعد لحلها. اما القضايا وهي ما اغلبها هي قانونيه لكن عرقلت او تم عرقلتها من خلال بعض ضعاف النفوس حتى يتم اعطائهم مبلغ رشوه يمشي معاملته، هذا لا احنا راح نكون ان شاء الله دافع مهم ان نوصل صوت المسؤول، واذا المسؤول ما سمع صوت احنا راح نسمعه من خلال فضائيتنا. بعض الوزارات يقول ليش ما يكون على وزاره الدفاع مثلا؟ وزاره الدفاع اقولها بشكل صريح، للاسف اكثر وزارات غير متعاونه هي وزاره الدفاع. دائما فاتحين ابوابنا لها، لكن هم دائما ما يوصلون ابوابهم باتجاه الاعلام، يعني هسه انا بما يخص عملنا يعني، لكن دائما ما يكون متحدث باسم وزاره الدفاع يطلع عندنا في بعض البرامج، لكن المشاكل الخدميه معاملات المنتسبي وزاره الدفاع ما حد فاتح الباب امام برنامجنا او بعض البرامج الخدميه. اذا مشاهدينا الكرام، احنا يطول حديثنا بقضيه التعاون مع بعض الوزارات والدوائر، لكن ما تبقى ان دقائق معدوده نشاهد اخر تقرير لهذه الحلقه ايضا في مقر مديريه المرور العامه مع السيد اللواء طارق الربيعي، ومن ثم نعود لنختم واياكم حلقتنا لهذا اليوم. مشاهد هذا التقرير ونعود. نفس الشيء استاذ دكتور، أم يعني صيح حبيبي حيدر، عايشين سيارتك بدون بدون لوحات تتجول بها؟ لو هي تجولت لوحدها؟ لا لا استاذ، انت انا مسافر. انت كنت مسافر هي تطلع لوحدها السياره؟ شنو كان السبب؟ للامانه لا عندي كان سفر طول لمدة 4 سنوات وكانت بدون لوحات، فمسقط لها شهادة إيداع. بيوم قررت نفحصها ونكملها بعد رجوعي للعراق. المهم هسه يقولوا لي الشهادة إيداع بعد ترجع لازم خصوصا بالبداية السيارة هي صفرة، وشهادة إيداع تشتري لك وصل. تشتري لك وصل؟ راح نطلع لك إياها حيدر، بس مرت اللخ ما نريدك لأنها تثبت. مرت الأخت ترى العقوبة تصير مضاعفة عليك. شنو استفسار؟ شو بيه؟ هي سيارة أجرة 13. هي أجرة تصير خصوصة يا؟ شو المشكلة؟ أنا ريتها أجرة. هي أجرة. شو هي أجرة؟ أجرة. هي أجرة. إيش قالوا لي؟ قالوا لي هاي بعد ما تأكل لازم تسقط لك سيارة. بس السيارة خلينا نشوف كتابها. هي أجرة ولا خصوصي هسه؟ حاليا أجرة. أجرة. مدير 13 كان عنده خطب رقم شخصي وصححته. هاي ابني هاي عمرها جزء 5 سنوات بالقانون، يعني لو مدير 17 تصير أجرة. أنت تلكأت ما سجلتها. تلكأت حيدر ما سجلتها. انت او اللي اخذتها منه ما سجلتوها، بقت من سنه 13 لحد الان ما مسجله،
فهسه ما تسجل، ما تسجل اجره، تسجل خصوصي. تسجل خصوصي بس اريد موافقتك على مدير شهادتي يدع نفس الرقم اريده من اجره الى خصوصي. هي بالقانون، حكم حكم القانون. بالله هاي شهادتي يدع مالتك لازم تخصص لك سياره تجيب باسم المالك 2020 يلا تمشي شهادتي يدع. لا لا دخلت هاي ما طول دخلت، دخلت قانونيا دخولها قانوني. شوف دخلت 18/5/2022 هاي شنو نتيجة كشف الكتاب الأول وين 6/1/2015 هذا الكتاب الأول. هاي تسجل خصوصي شنو السيارة كورلا. إيه تسجل خصوصي هاي يعني تسجل خصوصي. شوف يا لون كذا أبيض سمائي شلون نفس لونه بس اريد موافقه العميد درضه تطلعها وتسجل لما تكتب المشروع الوطني حتى تسجل خصوصي وتسجل الائتماني وتسجل خصوصي. تراجع مدير فني يعني عميد حميد يشوفه بعد ما تطلعها تجيب له معاملته وتقدم له طلب طبيعي طبيعي تصبغها فيلي وتمضي بتسجيلها. ما اشتري صك اضطريت اشتري صك. انت تشتري مال تسجيل خصوصي مليونين. انا عندي شهادتي ايداع استاذ. شهادتي ايداع والله هو بس شوف شهادتي ايداع. لا لا ما تصير. انت شهادتي ايداع جبتها اجره ما يجوز. ما يجوز. هاي خصوصي. هاي خصوصي. الشاصي مذكور. اي مذكور بها الشاصي مذكور ما يصير. هاي ما يصير قانونا ما يجوز. انت تدفع لك صك مليونين سجلها خصوصي وهاي بعدين بعدين استوى السيارة تقدر تستوى السيارة وسقط هاي السيارة راح تستودها أجرة. هاي سيارتي دكتور احتياجات خاصة سيارة بالبصرة ممكن هاي اعطيها الصلاحية يعني بداية قبل ما نسجل حلقة اعطيها الصلاحية بعد ما يجي المدير العام مدير المحافظة منها كي يوافق له. ممتاز مدير مديرية المرور بالمحافظة اي محافظة هو يفحص السيارة لا مانع حتى المواطن ما يروح بعناء هاي المسافة. من تبسيط الإجراءات. تبسيط الإجراءات حتى المواطن لا يصير روتين قاتل. ممكن أسجلها بالبصرة سيارة؟ إي ممكن ليش مو ممكن؟ هي رقمها بغداد. هي رقمها بغداد؟ إي معوق بالاحتياجات الخاصة سكنها بغداد. سكنها بغداد. وأنا سكني بصرة المستورد. تسجل باسم باسم ال. إي نعم. معوق. إي. معوق بغداد. لا 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 وهو نطع عنوانه وكل اوراقه الثبوتيه بغداد حتى ما تصادم الاوامر الاداريه والشغله التنظيميه حتى لا تصير فوضى. اقدر اسجل بالبصره عفوا افحص بالبصره بالبصره واجيب لك ارقامك بالبصره كلها بالبصره تصير بس المعامله هنا تكمل كملها انت وكيل مو من حقك هاك علي. مشاهدين الكرام كانت هذه جولة في مديرية المرور العامة وكان هذا التقرير الأخير لهذه الحلقة. حلقة قادمة راح تكون إن شاء الله حلقة خاصة أيضا عن مديرية المرور العامة بعض المقاطع عندنا استكمالها بأثناء المقابلة مع سيد اللواء وأتمنى إن شاء الله يبعثونا أحد الأخوان من مدير أحد مدراء المواقع ليكون ضيفنا بالاستوديو وايضا نستكمل وان شاء الله ندعو الاخوان بالمرور ان يتم تصوير هذا الاسبوع اللي هو قبل العيد ان يكون تصويرنا في احدى المواقع ان يكون ميدانين مع الناس نتحرك ونشوف مشاكلهم ونشوف طريقه او اليه عمل هذه الدوائر. ان شاء الله راح ناخذ موعد على هذا الاسبوع القادم حتى يتم التصوير في احدى مواقع التسجيل التابعه لمديريه المرور العامه. في ختام حلقتنا لهذا اليوم نشكر السيد اللواء طارق الربيعي لإتاحة الفرصة لتصوير في دائرته وأيضا نشكر جميع الأخوان اللي ساهموا بإنجاز هذه الحلقة كادر البرنامج وأنا معدو مقدم برنامج حازم الحربي. ألتقيكم بإذن تعالى الأسبوع القادم يوم السبت في الساعة 9 مساء في أمان الله.